السلام عليكم أعزائي الطلبة، نكمل المحاضرة مالتنا بالتوكسيكولوجي بخصوص التارجت أورجان توكسيسيتي. اليوم محاضرة اليوم ناخذ الكارديو فاسكولار سيستم. طبعا هو الكارديو فاسكولار يشمل الهارت، يشمل البلد فيزل، وحنضيف له ايضا البلوت. اوكي، يعني دوجز افكتنج بلود، هاي ايضا مهمه، فكلها راح نختصرها بهاي المحاضره. As cardiovascular toxicology concerned with extrinsic and intrinsic stress on the heart and vascular system. يعني يشمل الاكسترنسك فاكتور مثل التوكسينز، drugs, natural products, environmental toxicant، هاي كلها تشمله. والانترنسك ستريس يشمل الميتابولايت، يعني نون توكسيك كومباوند تحول الى داخل جسمنا توكسيك ميتابولايت. بعد يشمل السكندري نيورو هرمونال ديستربنس، اوفر برودكشن اوف انفلاماتوري سايتوكينز اند اذر كوزز ذات يعني ميلي ديو تو انترنسك فاكتور. طبعا الكاردياك فانكشن يوجوالي ميجرز باي ديفرنت اوتبوت. يعني احنا عندنا حتى نعرف الكاردياك اكت نورمالي، اذا تعرفون يسووا له مثلا اكو احنا نشيك بلاد بريشر، هاي وحده حتى يعني تفد اكسبريشن عن النورمال كارديو فاسكولار فانكشن. بعد يسوون اي سي جي يشوفون الكتاسيتي اوف ذا هارت، الاكشن بوتنشال اوف ذا هارت، وبعد نعرف الكاردياك اوتبوت، يعني جد الفوليوم اوف ذا بلاد بومد باي ذا بيت كاوت بير مينيت، لازم نعرفه. ودائما هو يعني تقريبا اراوند 5 لتر بير مينيت، وميجرد باي كالك باي ملتيبلاينج ستروك فوليوم باي هارت ريت. نضرب ستروك فوليوم بلاد، ستروك فوليوم نحصل عليه من الاند دايستوليك فوليوم، نطرح من الاند سيستوليك فوليوم، يعني كميه البلاد الموجوده بالهارت بعد الدايستوليك، وكمية موجودة بعد السيستوليك، يعني بعد الانقباض وبعد الارتخاء، يعني بالارتخاء أكبر أكيد يكون وبعد الانقباض أقل. هاي الكمية الفرق بيناتهم هي طلعت يسموها ستوك فوليوم. يضربوها بالهارت ريت راح نعرف البير مينيت ايش قد الكاردياك اوتبوت، وهي فد مجرى مهمة من خلال نعرف الهارت فيل أو غيره. الكاردياك توكسيك ريسبونس، شنو يصير عندنا من مشاكل السبل هذا نتيجة التوكسيسيتي؟ احتمال يصير عندنا أرذمية، واحنا ماخذين الأرذمية بال يعني بالفصل الأول ما حكينا على الكاردياك أرذمية، واخذنا أنواع الدروجز اللي تشتغل أنتي أرذميك دروجز وغيره، لكن اكو عندنا ديفرنت فورم أوف أرذمية مثل ساينس تاكيكارديا، فنتيكولار تاكيكارديا، تورسيال تي بوينت، أيجين أصلا نتيجة البوتاسيوم شانل بلوكينج، أكتاشي أتريال فبريليشن، اتريال فلتر وغيره. احتمال عندنا اسكيميك هارت ديزيز، اسكيميا تصير للهارت، هاي الاسكيميا نتيجه الاتيوسكلوزز، يصير تضيق بالبلد فيزلز خصوصا اذا صار بالكورونري ارتري او بالبلد فيزل اللي تغذي الهارت، راح يصير عندنا اسكيميا ويصير عندنا اسكيميك هارت ديزيز مثل انجينا بكتورس تصير، يصير مايوكارديال انفاركشن اند اذر ريليتد ديزيز. والميجر كوز هو طبعا اكيميليشن اوف ال دي ال والليبيد بالبلد فيزل وول ادينا الاثيوسكلاز، او يكون عندنا كاردياك هايبر اتروفي، سو هايبر اتروفي، وهذا الهايبر اتروفي ما بي كونسنتريك او اسينتريك. هنا الكونسنتريك يصير يعني نيو كونتراكتايل بروتين اسامبل ان بارالل، فيسوي لنا شنو انكريز ان ذا ويدث اوف ذا اندفجوال كاردياك مايوسايت، يزيد العرض مال المايوسايت. بينما الاسينتريك لا، هاي هنا عندنا نيو كونتراكتال بروتينز تجي ان سيريز مجاميع تصير زيد ان لينث اوف ذا كارديك ماس، فهذا الاسينتريك وهذا الكونسنتريك، كلها طبعا تكون نتيجه الاوفر لود بالهارت. الكومن فورم هو الاسينتريك هايبر اتروفي، هذا ايضا يصير نتيجه التعرض، يعني وحده من اسباب نتيجه التعرض التوكسيك كوما. اكو عندنا اكيوت كاردياك توكسيسيتي واكو عندنا كرونيك. الاكيوت كاردياك
هاي دوز سنجل اكسبوجر مينلي يكون على شكل ارثمي، والبيست اكزامبل عليه هو الارسنيك والليت توكسيسيتي تدينا الى ارثمي. بينما الكرونيك، الكرونيك يصير بالكرونيك اكسبوجر لونج تيرم اكسبوجر اند ذس يوجوالي اكر از هارت فيلر. هنا الهايبر اتروفي هو الموديل اوف كرونيك كارديك توكسيسيتي، بينما الكارديك ارثمي يخص الاكوت كارديك توكسيسيتي. What are the general mechanisms of cardiac toxicity؟ احنا اللي يهمني الميكانيزم اللي تؤدينا الى هاي المشكلة. اول نقطة رقمت لكم اياها interference with ion homeostasis. عندنا مشكلة بالايون homeostasis. تعرفون اكو بالهارت بومب مثلا صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بومب، هاي اللي اشتغل عليها الديجوكسين، هاي البومب اللي تطلع صوديوم وتدخل بوتاسيوم وبعدين يدخل كالسيوم اللي حتى تزيد الفورس اوف كونتراكشن اوف ذا هارت، وتستخدم يعني الديجوكسين لذلك يعني بعلاج الهارت فيلر انترفيرنس وذ ذس بومب. هاي البومب inhibition of this pump increase resting intracellular sodium concentration. هاي تأدينا إلى increase intracellular calcium through sodium calcium exchange. Sodium راح يطلع عكس الكالسيوم. مو يدخل الكالسيوم راح يسوي لنا anatomic action of this pump of the cardiac myocyte. هنا عندنا بعض الكيميكالز أو الدروجز interfere with this pump مثل الديجوكسين تؤدينا توكسيسيتي. بعد sodium channel blocker لا تذكرون كل الانتيرذمي كل كلاس 1 عدا صوديوم شاب لوكا احتمال يسوي لنا ارذمي. وبوقت قلنا اني انتيرذمي كدرز كونسيدر از برو ارذمي ادرز احتمال يسوي ارذمي. بوتاسيوم شاب لوكا نفس الشيء، كالسيوم شاب لوكا نفس الشيء، وذا ال تايب او تي تايب كالسيوم شاب. هاي النقطة الأولى انترفيرنس وذ ايرون هوموستاسيس. النقطة الثانية altered coronary blood flow، يعني اكو عندنا كيميكال يسوي اسكيميا يأثرون على الكورونري بلود فلو، وهاي يعني يسوي اسكيميكال ديزيز احتمال عنده دايركت افكت بالسمباثيك مايميتيك سيستم، يعني يسوي فازو كونستركشن. واهم مشكله او اخطر مشكله احنا الجزء اللي يصير بيه اسكيميا بس يصير بيه رابيد ريبرفيوجن، هاي راح يزيد الحاله سوء ويؤدي لنا الى ديث اوف ذا تيشو، وهاي يسموها قالوا هبالكم اسكيميا ريبرفيوجن انجري. هاي تذكرنا بحاله يعني اذا شخص مثلا خيخلي ايده بالثلج فتره طويله، او يعني يسموها سنو بايت، يعني مثل يصير فريزنج تو ذا بيرفول، يعني خصوصا بالاسكيما وبالاماكن هاي البيئه ثلج بس يصير بازل كونستركشن بالاطراف. هنا بهاي الحاله إذا نجي رأساً نخلي بماي حار الإيد أو ماي يعني بيداش تحار شوية دافي أو شيء راح يصير رابد فازوديليشن. هنا يصير إسكيما ريبرفيوجن جلد، هو كان الجزء محروم من البلد ورأساً نرجع البلد بكميات عالية تصير هاي المشاكل. الميكانيزم هنا سوي لنا ديث أوف ذا تيشو جنريشن أوف توكسيك أوكسجين راديكال، رأساً راح يصير ريليز راديكال، أوفرلود أوف كالسيوم، تشينج إم بي إتش، uncoupling of mitochondrial oxidative phosphorylation, physical damage of the sarcoloma اللي هو يعتبر الخزين للكالسيوم الموجود خصوصا بالهارت، فهاي الاسكيميك ريبرفيوجن انجري راح تؤدي الى death of the tissue. والهارت ما يتعوض، الجزء اللي يموت يموت من عند مثل البرين. الاوكسيديتيف ستريس هم تعتبر في cause او mechanism of toxicity whether reactive oxygen species or other، وهاي طبعا الفيراديكال تتكون تتجمع بالبلد فيزل وتصير عليها اثيروسكليروسيس وتجي الال دي ال وهي الكوز مال كارديوفاسكولار بروبلم. بعد عندنا اورجانيال ديسفانكشن، اذا تاثر السيركوبلازميك ريتيكولم راح يسوي لنا كالسيوم اوفرلود، اذا تاثرت الميتوكوندريا، الميتوكوندريا تعتبر سورس اوف اي تي بي باي اوكسيديتيف فوسفوريليشن راح تتاثر، وهي توجه الخليه للابوبتوسيس اذا طلع من عده سيتوكروم سي، وكو أدوية تأثرنا عليها مثل الروتينون، السيانايد، الأنتيمايسين كلها. الأبوبتوسيس والنكروسيس هم ميكانيزم وحكينا عليها، يعني دائما قلنا الفرق بيناتهم. فكوكين، الجانوروبسين، الدوكسوروبسين، هاي السيتوتوكسيك دوك كلها تؤدي إلى ديث أوف ذا تيشو. ناخذ إكزامبل على الكارديوتوكسيك كيميكالز. عندنا فارماسيوتيكال كيميكالز، عندنا انفيرومنتال، عندنا ناتشورال برودكت،
الالكوهول مثل ما اخذناه بالليفر يسوي لنا بروبلم، هم بالهارت يسوي بروبلم. الكوهول ريدوس كارديك مصل انجري اند ديكريز بامب كاباسيتي اوف ذا هارت. شلون ياثرنا على الاد يعني ياثرنا على الادرينال انجيوتنسين سيستم سايتوكين سيستم، هاي كلها راح تزيد وما يقل البامب كاباسيتي اوف ذا هارت والهارت فيلر اللي يسوي، فبالتالي راح يسوي لنا اجريجيشن اوف ذا هارت. الحسب يعني الدراسات بانه الاسيتال دي هايد اللي هو الايثانول ميتابولايت هو اكثر مسؤوليه عليه بالنسبه ما يخص الكاردياك توكسيسيتي. الاسيتال دي هايد طبعا يجي للهارت بعد ما يصير ميتابوليزم بالليفر. هنا الهارت ما بي ديهايدروجينيز انزيم، فالاسيتال دي هايد اللي يوصل له ما يتعطل، فراح يتجمع بالكوانتيتي المعينة من الليفر وراح يجي يوصل للهارت ويؤدي الى التوكسيسيتي. يعني لو موجود الانزيم اللي حط من الاسيتالديهايد بالهارت كان خلص الهارت من هالمشكله، لكن ما موجود. الاسيتالديهايد شو يسوي من الهارت؟ يسوي انهبيشن بروتين سينثيسيس، انهبيت كالسيوم سيكوستريشن، يعني ما يخلي الكالسيوم يرجع للمخزون مالته بالساركوبلازم كوتيكين. ياثرنا على الميتوكوندريا، ياثرنا على الاسوشيشن بين اكتين والمايوسين. هاي الاكتين والمايوسين هي بروتينات موجوده بالفيلمنت اوف ذا هارت وهي مسؤوله عن الكونتراكشن. بعد اكزامبل عندنا الانتي اريثميك دراجز. هاي الانتي اريثميك اخذناها بالادويه كلاس 1 صوديوم شانل، كلاس 2 بيتا بلوكر، كلاس 3 البوتاسيوم فيها بلوكر، وكلاس 4 الكالسيوم، كلها تاثرنا على الهارت فانكشن. التراي سايكليك انتي ديبوسيت مهمه، وهاي الادويه موجوده وتستخدم بكثره مثل الاميتروبتيلين. عندنا موجود الامبرامين، دوكسيبين، بوتروبتيلين، كل هاي الادويه موجوده. وهاي يسوي لنا اس تي سيجمنت الفيشن، كيو تي برولونجيشن، اس في تي يسوي لنا، واحتمالات تؤدي لنا الادويه. شنو الميكانيزم مالته؟ عندها الفا بلوكج افكت، انتي كولينرجيك افكت، هذا كلش مهم الانتي كولينرجيك افكت. وهاي الادويه طبعا مثل الاميتروبتيلين، حتى جماعه الاريتبل باور سندروم هم من ياخذونه. الامبرامين، الامبرامين حتى الاطفال ينطوا بحاله الانكونتينس، انكونتينس ينطي وبي ابيوز بيها كوندي لايت اكشن، يعني بوتاسيوم شوب بلوكينج افكت اثرنا على الهارت. عندها دايركت افكت اون ذا هارت اون ذا ايون هوميستاسيس اون ذا بيرتنجي فايبر اون ذا اذر بارت اوف ذا هارت. هاي الادويه يعني جدا خطره وعندها كارديو توكسيسيتي خصوصا بال تشيلدرن. والانتيكولينرجيك افكت مهم بالنسبه للالدرلي، لازم الاحتياط من استخدامه. هاي مثل ما قلت لكم في النقطه بالتشيلدر ولازم واحد ينتبه لها، وبيها انتر اكشن يعني خصوصا ويا الادويه اللي تشتغل عليها. بعد عندنا السايتوتوكسيك دراجز مثل دوكسوروبسين، الفايف اف يو، السايكلوفوسفامايد، كلها تاثرنا على الهارت، وهم يعني تقريبا الميكانيزم مشابه، يا اما تاثرنا يعني اوكسيدات الستريس والفيراديكال، أو تأثرنا على الميتوكوندريا، أو تأثرنا على الساركوبلازما كوتيكولوم والكالسيوم، تأثرنا على الجين اكسبريشن اوف ذا مايوسايت اند سو. الانتي بايوتيك والانتي مايكروبيال دراجز ايضا هم عندها توكسيسيتي بالهارت مثل الامينو جلايكوسايد. طبعا بالمناسبه هاي يعني مو بيور سايد افكت، يعني نسب، خصوصا الانتي بايوتيك يعني ما تحضرني النسب مالتها، لكن نسب ضئيله يعني توصل الى مثلا 1% او اقل، 0.5 كارديو توكسيسيتي، ويحددها الدوز. هاي دوز lead to more form for toxicity. امينو جلايكوسايد انهبت ابتيك اوف ذا كالسيوم انتو ساركو بلازما كوتيكولوم. الماركوليت تسمي الارثوميسين وغيرها تسوي كيوتي برولونجيشن، يعني هذا سايد افكت مهم. مرات الارثوميسين حتى الازيثوميسين تسوي ديزرثميا بالهاي دوز. الفلوروكوينولونز خصوصا اللي قريبه فلوكساسين انسحب على الدرجز من الماركت، يعني سوينا كيوتي برولونجيشن. واي كيوتي برولونجيشن يعني بوتاسيوم شارع معناها توسيت دي بوينتس. التيتراسايكلين والفلورامفينيكول نفس الشيء، ديبرس كونتراكتيليتي اوف ذا كارديك مايوسايت باي اندايركت افكت باي لورن كالسيوم كونستريشن باي كيتشيليشن اوف كالسيوم. معروفة التساكين قليل الكالسيوم، لذلك ما نتجوه 9 سنوات و
وتأثيره على البون والتيه. الأنتي فانجلودز عندنا systemic and potassium B block activation of slow calcium channel and inhibit the influx of sodium. الأنتي انفلاماتوري agents هاي جدا مهمة، يعني أقصد أن نستورد الأنتي انفلاماتوري دراجز. قبل كان عندنا دراجز سيلكتيف مثل الروفيكوكسيب، الروفيكوكسيب البايوكس، وكان عندنا شركة يمكن الضفار اسمها بغداد تصنع بس الدايوكس، وهسه سيليكوكسيب باقي ما في مشكلة، الفالديكوكسيب يعني البيكسيتور منسحب. ليش انسحبت هاي الأدوية؟ احنا السيلكتيف كوكسي وتعرفون انتم الناس تقولوا اكو عندنا سيلكتيف مثل البولتارين والبوفين والبونستان وغير، واكو عندنا سيلكتيف مثل السيليكوكسيب جماعة الكوكسيب هاي كلها، التوريكوكسيب اللي هو الاركوكسي وغيره، وعندنا الموبك يعني سيلكتيف بس مو مثل سيلكتيف مالته مثل الميلوكسيكام مو مثل الاوف. شافوا السيلكتيف يعني مختصر الكلام ليش هاي السيلكتيف مور توكسيك تو ذا هارت، شافوا هاي سيلكتيف يسوي ثرومبوتيك ايفنت. شلون يسوي ثرومبوتيك ايفنت؟ شافوا اكو بعض الناس احنا عندنا طبعا بروستوسايكلين يعني، بس اذكركم حتى لا تشتتوا شلون يشتغل الاسبرين كانتي بليتلت، عندنا بروستوسايكلين عنده ثرومبوكسي يجي يسوي انهبيشن لهم، ف الثرومبوكسين بالبليتلت اكثر شيء تصنع مره واحده يسوي لها انهبيشن، البوستوساكين بالبلد بزول يصير له يعني روبت سانتزيز يعوض، فبالتالي يبقى بس البوستوساكين موجود يصنع يعني الثرومبوكسين يصير انهبيشن يصير انهبيشن. مخلص الكلام هنا عندنا الروفيكوكسيد شافوا بعض الناس تعتمد على الكوكس 2 في صناعة البوستوساكين، هذا بوليمورفيزم اختلاف جيني مو مرضي لكن اختلاف جيني بين بعض الناس، لأنه هذا الإنزيم مسؤول عن صناعة هذا البروتين وبيسيلكتب. زين إذا هم معتمدين على الكوكس 2 بصناعة البوستوساكين، انطينا سيلكتب على الكوكس 2 إنهبيتر من على البوستوساكين من السينثيسيس وبقى بس الثرومبوكسين وبهاي الكونسنتريشن، بالتالي سوانا صار عند الثرومبوتيك هاي الميكانيزم شلون ليش انسحبت، وينسحب واحد والثاني أكثر واحد السيليكوكسيد مقاوم وما في مشاكل حالية. بعد سوي كيوتي وبولنجيشن بال 2005 بيكسترا اللي هو فالديكوكسيد هم انسحب، هذا هنا مو بس كاردياك بروبلم يسوي سيريس سكن ريأكشن، سوينا توكسيك إبيديرمال نيكولايسيس وستيفن جونسون سيندروم وأثيما مالتيفورمي كلها أدت إلى انسحاب. يعني هاي مهم إذا يجيكم الامتحان ليش انسحب البيكسترا، ليش انسحب الروفيكوكسيد، بتعرفون الكوز من هاي الأدوية والسايد إفكت مالتها. عندنا بعض الانتيستامين قبل موجود تيرفينادين، يعني قبل هاي قبل فترة طويلة الاستيمازول تيرفينادين تعوض عنه طبعا التكسوفينادين. هاي الأدوية شافوها تسوي بلوك للكالسيوم شانل، انهبت التا العفو بلوك للبوتاسيوم شانل سموها اكتفاية بوتاسيوم شانل، وانهبت الالتا الكالسيوم شانل والديلي اكتفاية بوتاسيوم شانل، يأثرنا على البولاريزيشن تسوي سكند and first degree AV block ventricular tachycardia fibrillation توسي انتبوهد كده. فهي الأدوية انسحبت من الأسفل. الثيوفيلين، الثيوفيلين تشمل حتى الكافيين بس الكافيين أقل. هاي الأدوية طبعا تعرفوها هي برونكو دايليتر، شلون تشتغل برونكو دايليتر؟ تشتغل على الأدينوسي ريسبتر، انهبت الفوسفور دايستريز زيد البلد الواصل لك، لكن هاي الأدوية عندها دايركت أكشن، يعني شنو تسوي ريليز للكالسيوم من السيركابولازم كوتيكولوم زيدنا سايكليك ان بي بالهاي دوز يسوي لنا كاردياك اريثمي وحتى الكافيين، لذلك المرضى اللي عندهم اريثمي يقول لهم ما يشربون كوفي، يعني الكافيين يسوي اريثمي نتيجه ريليز اوف كالسيوم والافكت مالته اون ذا هارت. بعد عندنا سلدينافيل اللي هو نفس الفياجرا اللي يستخدم في حالات الاريكتال ديسفانكشن او امبوتنس ميل امبوتنس، طبعا هاي يسوي انهبش الفوسفودايستريز 5 يزيد السايكليك جي ام بي ويعني وبالتالي راح يصير اركشن. هنا المشكله عندنا ماكو سيلكتيفيتي، تاثرنا على التايب 3 موجود بالهارت وزيد السايكليك اي ام بي ويؤدينا الى كارديك بروبلم، لذلك هاي الادويه ما تنطي للمرضى اللي عندهم ارذمي.
او عندهم هارت فيلر. الهايبر تنشن ما مشكله، هو بازو دايركت ينزل الضغط، لكن الريفلكس تاكي كارديا والكارديا كارديا يسوي بوم. هذا فيما يخص الهارت. فيما يخص الباسكولار سيستم، فيما يخص البلد فيزل، احنا نخاف من البلد فيزل هو البازو كونستركشن والاكيميليشن اوف الثيرديكال والاكيميليشن اوف ال دي ال والاثيروسكليروسيس، هاي كلها تاثر على الفانكشن اوف ذا بلد فيزل. وقوع عندنا بعض الكيميكال مثل اماماتيك هيدروكربون تزيد لنا الاصابه بالاثيروسكليروسيس بلوك. اخذت كم اكزامبل عليه نيكوتين increase heart rate and blood pressure as a result of stimulation of sympathetic ganglia and the adrenal medulla. يعني سوي vasoconstriction. الفيتامين دي بالهاي دوز توكسيسيتي بسبب السيميلاريتي بينه وبين 25 هيدروكسي كوليسترول اللي هو يعني البوتين فاسكولار توكسين، احتاج تتجمع مكانه وتؤدينا الى كالسيفيكيشن مال كوروناري ارتري وانهبت سموث مصر سيرل بوليفراشن. إن التوكسيك ريسبونس اوف ذا بلد بالنسبة للبلد كونستيتيوانتي يتعرفوها الوايت بلد سير الريد بلد سير البلد ليت الكلوتين فاكتر، ودائما يعني دي سيرز بروديوس ان 1 تو 3 مليون بير سكند ان هيلث ادلتس. طبعا انا اضطريت اختصر المحاضرة لكم لان ماكو وقت، لان هاي يعني احنا كل سنة هاي دوجز افكتنج بلد ناخذها محاضرة واحد، drugs affecting blood vessels محاضرة، drugs affecting heart محاضرة. لكن يعني احنا حرصنا منا كتدريسين انكم يعني مو من المعقول توصلوا مرحلة خامسة وما تعرفون شنو التوكسيسيتي على، يعني ما اقدر احدث لكم سيستم كامل. فلذلك اختصرتها وعطيتكم فتشين مختصر ومفيد بحيث اغطيكم اياها بساعة واحدة. فمو معقولة تتخرجون وما تعرفون شنو الادوية اللي تأثرنا على التوكسيسيتي بالرفاسل او الجرانياسل او البليفل. فنعطيكم فتشي مختصر على الأقل تبقونكم دوكيومنت وتطلعون عليها. أول شيء بالنسبة للدوكس أفكتنج البلد دفكت in the synthesis of the warfarin rings of the heme can lead to sideroblastic anemia. إحنا إذا صار عندنا البورفرين تدخل بصناعة الهيم وال يعني بصناعة الهيموغلوبين accumulation of iron precipitate within mitochondria. بعد ما يصير قلة بالسينثيز مال البورفرين رينج راح يتجمع الايرون في الميتوكوندريا ويسوي كومبلكس ويا الفيروتين يسوي لنا ستيرنج باتيون يعني على شكل رينج سيديروبلاست تعطي بروز يعني بلو كلر يسوي لنا سيديروبلاستيك يعني اكزامبل على الدروج اللي تسويها هاي الادوية يعني حفظوا 2-3 او ما يحتاج تحفظون والامتحان يعني تطلعون عليه إيثانول أيزونازايد ليد إنتوكسيكيشن هاي سوينا سيديروبلاستيك. ميغالوبلاستيك أنيميا هذا نوع من الفقر الدم يصير أكثر شيء نتيجة نقص الفوليك أسيد أو البي 12 أو 2 والفوليك أسيد يدخل بالدي إن إيه سينثيسيس فبالتالي يعني يدخل بالثايميدين اللي يدخل بالدي إن إيه سينثيسيس فنقص واحد من عندهم أو 2 ويؤدينا إلى شو اسمه ميغالوبلاستيك أنيميا. هاي الاكزامبل على الادويه اللي سوينا يعني ديتكت بالسينثيسيس مثل الكولتشيسين يومايسين ايثانول الاموفازول الفينيتون سلفاسلازين هاي كلها تاثر لنا شو اسمه الانتي ميتابولايت زيدوبيدين انتي فايرال يعني كلها احتمال شلون قابلت. هاي خليتكم الفيجر شلون شنو الكورليشن بين فوليك اسيد اند بيتو. إذا تشوفون هذا مثل تتراهيدروفوليت يحتاج البيت واب حتى يتحول إلى تتراهيدروفوليت، والتتراهيدروفوليت يدخل بالثايميدين اللي يدخل بالدي إن إيه. وهنا شوف الثايميدين سينثيسيس إذا نقص بالبيت واب الفوليك أسيد ما يشتغل، فلذلك نعطيهم اثنينهم بالميغالوبلاستيك. الأبلاستيك أنيميا هو يأثر لنا على البون احتمال بريدكتبل مثل البنزين راديشن يسوي لنا بلاستيك أنيميا، والإيديوسينكراتيك ما متوقع بعض الأدوية يسوون إيديوسينكراتيك بلاستيك مثل الكلورامفينيكول. شنو النتيجة؟ تصور هو البون ما راح يتأثر ومسؤول عن صناعة الآر بي سي والبليتلت والوايت بلاد يصير بانسايتوبينيا ريتيكولوسايتوبينيا بون مو هايبوبليشيا راح يقل سينثيسيس هاي كل السيلز بلاد سيلز. بعد عندنا الإيبوليتي أوف هيموغلوبين
to transport oxygen يعتمد على homotopic effect و heterotopic effect. الhomotopic effect هنا عندنا شوف إذا شوفون هذا الهيموغلوبين normally بالآيون على شكل فرس. الآيون هذا الموجود بالهيموغلوبين يتعرض إلى oxidative factor يتحول إلى فرك، لكن هذا الفرك يرجع again by reducing factor to فرس. المشكلة اللي عندنا هذا طبعا الهيموغلوبين اللي بيه فرك يسميه ميتهيموغلوبين. الميتهيموغلوبين يحتفظ بالأكسجين ما يسوي ديليفر للأكسجين للتشو، فماكو فايدة يعني باعتبار هيموغلوبين مو هيموغلوبين هو ميتهيموغلوبين ما له قابلية حتى ينقل الأكسجين. المفروض نورمالي هذا الميتهيموغلوبين اللي يتكون يرجع أجين إلى هيموغلوبين طبيعي ومسميه هنا ديوكسيهيموغلوبين. شنو اللي حوله؟ عندنا نادي اتش داي فوريز ريديوس فلافين مثلين بلو هاي تحول نهاية كلها. شوف نادي اتش داي فوريز يحول الميتهيموغلوبين الى هيموغلوبين ويحتاج نادي اتش تحول الى نادي كرديوسك فاكتر. هنا اذا اكو مشكلة او زادت كمية يعني الميتهيموغلوبين هي المفروض اقل من 1% راح اسوي ميتهيموغلوبينيميا. اكو بعض الادوية عندنا تأكسد الايون وتؤدينا الى هاي المشكلة، تدينا الى اوكسيداتيف هيموليسيس. هنا الهيتيروتروبيك افكت البي اتش الارثروسات 2 3 بيسفوسفونيت والتمبرتشر هم تاثر لنا على يعني زياده التمبرتشر تاثر لنا على الهيموجلوبين ليفل وتسوي اوكسيديشن. البي اتش نفس الشيء مال البلد هم يأثر. عندنا بعد اوكسيداتيف هيموليسيس نسميه هذا يعني اللي يصير هيموليسيس تحطم الكريات الدم الحمراء. اكو عندنا اكثر من ميكانيزم مسوي بروتكشن للار بي سي، واحده من عندهم النادي اتش داي فوز التوني ذكرت بالميتهيموغلوبين. بعد سوبر اوكسيد ديسميتيز انتو اوكسيدين كاتاليز انزيم والجلوتاثير هاي لو بعد حضورهم جدا مهمات. هاي سبب ميكانيزم بروتكس ريد بلس سيل اجينست اوكسيداتيف انجل السبلاي مال ريديوس جلوتاثير از فيري نيسيسري تو بريفنت اوكسيداتيف انجل. المشكلة اللي عندنا سامعين كلكم مفقر دم الباقلة أو نسميه G6PD glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency. هذا هنا شنو صار عندنا؟ أعتقد عندي في قلبي ها glucose 6 phosphate dehydrogenase شنو هو المالتة؟ طبعا هو هذا الإنزيم موفر لنا ناد بي اتش. الناد بي اتش تحول لنا الجلوتاثيرون إلى reduced glutathione بواسطة جلوتاثير ريدكتيز. يعني لو ما هذا موجود الإنزيم الجي 6PD كان ما تكون عندنا هاي مال الناد بي اتش وما كان تكون عندنا ريديوز جلوتاثير. فالمرضى اللي عندهم نقص بهذا الريديوز الجي 6PD الجلوتاثير ليفل از فيري لو. وين تكون هاي سيجنيفيكانت واضحة؟ تكون سيجنيفيكانت عندما يتعرض الشخص إلى أوكسيديتيف ستريس. بالنسبة لهم عندما يأكلون الفابيبين يسموه الباقلة راح يصير جنريشن للفري راديكال ويصير يعني أوكسيديشن بحيث الموجود الجلوتاثير ليفل ما تلحق تخلص الجسم من هاي الأوكسيديتيف ستريس فبالتالي راح يصير أوكسيديتيف هيموليسيس. حتى يعني لأن أصلا ريدوز الجلوتاثير قليل فحتى نحافظ على هالأشخاص نمنعهم طبعا بعض الأدوية تسوي هذا الأوكسيديتيف مثل الكوينولونز انتبايوتكس مثل السلفادرويكس وكثير من الأدوية الأسبرين وغيرها الأشخاص يعرفوها حتى يتجنبوها جماعة خصوصا في قدم الباقلة. أكو هذا أوكسيداتيف هيمو. أكو عندنا نون أوكسيداتيف هيموليسيس مثل الليد بويزنينج يسوون نون أوكسيداتيف هيموليسيس يعني ماكو أوكسيديشن ثم دايركت بايندينج أو انترفيرنس ويز أيون ليفل ويسوون الكبر نفس الشيء يأثرون. اكو عندنا اميون هيموليتيك اميون عندنا اميون ريليتد ديزيز يعني اكو انتيجين انتي بودي رياكشن مثلا احتمال يجي لدراجز سوري خلي اوريكم هاي الفيجر حتى تعرفوا. ثلاث ميكانيزمات عندنا تخص الاميون ريليتد ديزيز يا اما هو طبعا من يدخل الزينوبايتكس هذا نسميه احنا شنو برو هابتين حتى يصير له هابتينايزيشن هاي يسموها هابتين هايبوثيسيس حتى تعرفوها خاوت تجيكم الامتحان. شنو الهابتين هايبوثيسيس؟ يجي بروهابتين هذا بروهابتين
أي شيء، احتمال دست باودر جزيئة غبار، أو احتمال دراجز مثل بنسلين، ماكو ناس عندها حساسية البنسلين. فالمهم بعد أو بعد ما يدخل يصير له هارتنايزيشن. شنو هارتنايزيشن؟ الجسم يتعرف عليه ويرتبط ببروتين. هاي عملية الهارتنايزيشن ما تصير عند كل واحد طبعا، عند بعض الناس. بعد ما يصير هارتنايزيشن يا أما الإميون ريسبونس تجي على هذا الهارتين كومبلكس، تجي تحطم الهارتين وتحطم المكان الموجودة دي، أو هذا الكومبلكس يسوي لنا فد تشينج يسمونه كريبتك، يعني نيو إبيتوب. شوفوا هذا يسمونه نيو إبيتوب، يصير بالأدجاسنت أريا بالمكان المجاور يصير. هاي راح تحفز الإميون سيستم تجي تحطمها وهم تحطم المكان اللي هي دي. أو هاي الهارتين يسوي لنا خربطة بالإميونيتي، بحيث الإميون ما تظل تميز السيلف من النانسيلف، ما تميز النيتف بيبتايد من النيتف. فبالتالي شو يسموها هاي؟ أوتو أنتي بودي أو أوتو أنتيجي. أوكي، هاي ناخذ كم إكزامبل عليها. عندنا مثلا البنسلين، البنسلين يجي بالسيرفس مال الآر بي سي، بصير عندنا أليرجي ويتحطم الآر بي سي. هسه إذا تشوفون بالسايد إفكت مال البنسلين تشوفون أوكسيديتيف هيموليسيس. بعد الكونيدين، الكونيدين من يرتبط بالآر بي سي يسوي لنا نيو كريبتيك، فهاي نيو كريبتيك يعني يسوي لنا كونفورميشنال تشينج بالكومبوننت اوف ذا ممبرين، فيجي تجي الانتي بودي تحطم هذا الآر بي سي. او اكو عندنا تتكون اوتو انتي بودي مثل ما يصير بالابدومت او مثل دوبا، وهاي الاوتو اميون معروفه يعني يصير اوتو اميون هيموليتيك. شو نقصد بالاوتو اميون؟ اوتو اميون الاميون تظل تخربط ما تميز السيرف من السيرف. مثلا احنا هسه جاي نحكي طبعا على الار بي سي والهيموليزيس، بس اذا ناخذ يعني اكزامبل مور كمان، كل واحد يصير عنده اوفيس يعني هذا الطقاق يصير بالفعل. شنو سبب هذا الطقاق؟ طبعا معظمها يصير اذا مو فطريات اكو اوتو اميونيتي يسمونه اوفيس. هاي تجي المناعه مال الجسم تهاجم النورمال سيلز ويسوي عندنا طقاق بالفم. فهنا يستفاد من الستيرويد يعطون مثل التينالوج تيامسينولون يقلل الاوتو اميونيتي. بعد شنو اكو مثل ما تريد اوفيس هي اوتوميتي خلايا مناعية تهاجمها. الاسما وهو من الديزيز، فنفس الشيء بالار بي سي يسوي عندنا هاي البروبلم. اليوكوسايت هم نفس الشيء، يعني هنا عندنا بس فقط اكو احتمال تاثر البوليفريشن، يعني المشكله بالبون مارو تاثرنا مثل ميتوتوكسيت الهاي الانتي سايتوتوكسيك دوز يقل الار بي سي توكسيسيتي اوف اليوكو او توكسيكولوجي اوف اليوكو. او تاثر بالفانكشن، التأثر انه على الفاغوسايتوتيك بروسس مثل الايثانول والستيرويد. الستيرويد من ضمن شغله كاميون سبرسنت مثل ما اخذناه بالادويه الكورتيكوستيرويد، يجي الستيرويد يمنع ان الفاغوسايتوسيس خلي الفاغوسايتوسيس في سبيل يسوي سبرشن للنيوتي. او انترفيرنس والسوبر اوكسايد برودكشن اللي اكتشف يصير بالنيوتروفيل. النيوتروفيل بعد ما يسوي انجلفمنت للمايكرو اورجانيزم تحرر الفريوديكال داخل النيوتروفيل، هاي الفريوديكال تقتل المايكرو اورجانيزم. اللي ياخذون هاي شو اسمه بعض الادويه مثل الاوبيويد ابيوزر اذا جماعه المورفين والمدمنين وغيره، هذا يصير عندهم تقل مناعه من يسوي انترفيرنس وذ برودكشن اوف سوبر اوكسايد انسايد ذا نيوتروفيل. بعد انهبيت النيوتروفيل كيموتاكسي، احنا هنا عندنا التوكسيكولوجي اوف اليوكون يعني تقل المناعه من خلاله، اما تاثر البوليفريشن او تاثر على الفانكشن هاي ذكرناها. او النقطه الثالثه انهبت الكيموتاكسيز، الكيموتاكسيز يعني الاتراكشن. هنا كل وايت بلس سيل تجي تهاجم، شلون اسوي لها ادهيجن؟ اكو عندنا ادهيجن مولكيول مثل الايكام، هذا يرتبط بالوايت بلس سيل ويدخلها على مكان الانفكشن. فاذا يسوي لنا انهبيشن للكيموتاكسيز فبالتالي راح يتأثر على شغلها. التوكسيك نيوتروبينيا يعني نيوتروبينيا مهمة يعني جدا مهمة، أما نيون ميدياتد أنتيجين أنتي بودي رياكشن يصير عندنا، وهي إكزامبل على الأدوية. شوف البروبل ثيروسيل هو الأنتي ثيرويد دراجز، إذا تتذكرون إن أخذتكم إياه واحدة من السايد إفكت أجرانيولوسايتوسيس. أجرانيولوسايتوسيس يعني يقلل الوايت الدسية ويأثر لنا عليه ويسوي لنا اميون سبريشن. هنا بالهابتين هايبوثيسيس دول ثلاثه ياثرون على الانتيجين انتي بودي اكشن. اكو نون اميون ميديتد نيوتروبيني دايركت دامج انهبيشن اوف جرانيولار بوليسيس
أو neutrophil function directly خلال generation of free radical أو accumulation of natrium ion metabolizer of clozapine وبالتالي سوينا depletion الـ ATP ويوجه الخلية النيتروفيل اتجاه الأبوبتوسيس. يعني هاي نون اميون ريليتد ميكانيزم. البليتلت نفس الشيء هم ليها توكسيسيتي ويصير عندنا ثومبوسايتوبيني كسايد افكت لبعض الادويه مثل الكيموثيرابي الدرجز ايديوسينكراتيك بالابلاستيك انيميا. واحد قلنا بالابلاستيك انيميا يقتل كل شيء من ضمنها البليتلت. هنا ايش راح يصير عندنا؟ bleeding secondary to thrombocytopenia. الثرومبوسايتوبينيا احتمال immune mediated يعني ثرومبوسايتوبينيا. نفس الشيء احتمال تجي بالسيرفس مثل بنسلين يجي على السيرفس مال البليتلت يسوي له ديستركشن او يسوي نيو ابيتوب مثل الكونيدين تقريبا نفس الاكزامبلات مال ال RBC. هنا الثالثة الهيبارين إذا تذكرون بالهيبارين سايد افكت اكو ثرومبوسايتوبينيا من اخذنا لدرجز افكتنج كلوتينج فاكتور بالفصل الاول. الهيبارين يجي يرتبط بالبليتليت فاكتور 4 واثنينهم راح يصير كومبلكس يجون يترسبون على البليتليت وتجي الاميون سيستم يسوي ديستركشن للبليتليت فتؤدينا الى ثرومبوسايتوبينيا او يسوون انهبيشن للجي بي 2 بي 3 اي إذا تذكروا هذا الريسبتور اللي يربط البليتليت بالبليتليت مثل ابزيكزيماب يأثرنا عليه يسوون انهبت البليتليت اجريجيشن. ثومبوتيك ثومبوسايتوبينيك بربرا هذا ديزيز افكتنج فولنربل فاكتور راح تتأثر نتيجة الاميون ريليتد انتي بودي تجي تترسب على البروتيز والعفو انهبت البروتيز اكتيفيتي وبعض الأدوية سوينا إياها ثم مثل الهيدرالازين وغيره سوينا هاي المشاكل لأن البونوربان فاكتور أكتبيت بليتليت even يعني هنا راح يصير even in the absence of significant vascular damage يعني ماكو عندنا دمج وهاي تتفاعل وتتحفز البونوربان فاكتور راح تربط بليتليت ببليتليت وراح تؤدي لنا إلى depletion of بليتليت أكتر. هاي طبعا المحاضرة بصورة مختصرة. أشكركم الصغار، أتمنى استفاديتوا منها وشكرا لكم.